جبت 20 في الفيزيك وفي الانفورماتيك وفي الاوبسيون اسبانيول. الحقيقه تخيلت حاجه عاديه، معناها كوميم صحيح باش تقرا اكثر اما مش لك الدرجه صعيب الباك. السلامه، اسمي مريم بتبوت من ولايه مستير، نقرا في ليسي بيلوت مستير. معدلي في الباك 1983 والوفر متاعي من الاول للاخر بلوس. والله الحقيقه هو صحيح عام سبيسيال خاطر كوميم معناها باك، اما في القرايه ماهوش حاجه صعيبه برشا، تخدم على طول العام، مش تجي في ريفيزيون باش تقول سي بون راني باش نعمل كل شيء، في ريفيزيون ما تخلط بالشيء، اما كي تخدم في وسط العام تلقى في الاخر نتيجه ان شاء الله. الحقيقه تخيلت حاجه عاديه، معناها كوميم صحيح باش تقرا اكثر اما مش لك الدرجه صعيب الباك. من الاول كثرت معناها بمعدل كمان معدل قوي، قعدنا مصدومين من الاول الحقيقه. الفرحه من بعد اني واحده من الناس ما صدقتهمش في الدار كي قالوا لي 1983، خاطر الاس ام اس ما جانيش ليا، جا في تليفون ماما. كي شديت التليفون وقريتها معناها وقتها صدقت الحقيقه. احنا نقرا في ليسي بيلوت، معناها كل اللي كلمت اصحابي ما فماش معناها فوق 1983، اربع ايام ثلاث ايام مندوبيه ولات كلمتنا وكل. اما من الاول 1983 كمان. جبت 20 في الفيزيك وفي الانفورماتيك وفي الاوبسيون اسبانيول. خادمه عارفه روحي خادمه صحيح، اما ديما تقعد كوريكسيون متعرفش معناها. الحمد لله يا رب. ان شاء الله ميتسي. الحقيقه صحيح جاتني فرصه باش نخرج بورس المانيا ولا فرنسا ولا ايباست، اما نحب نقعد في تونس ونحب نعمل ميتسي ونطلع طبيبه ان شاء الله، ولا كمل دي ريشيرش من بعد ممكن في الميتسي. أعطي ثقة لروحك، ما تخافش، ما تأثرش بالعداد متاع وسط العام ولا بحاجة، خلي ثقتك في روحك. وصحيح برشا ناس تعطيني ثقة في روحي الحقيقة، كهو نسمع كلامهم ونصدق وكهو. الحقيقة اللي لايف نتفرج فيهم على الاخر ديما، معناها ديما خاصة لي ماتير برانسيبال ما نفلتش لايف، ونتفرج في الكور اللي يعطيوه في اللايف، هذاك حاجة مهمة على الاخر خاصة في الفيزيك وفي السيونس، ديما نتفرج فيهم. وحتى لي ماتير سكوندير في المات لي سيغيل، بار كونتر لي سيغيل في المات وفي الفيزيك وفي السيونس وين على الاخر، كل وحدهم يكفيوك خاطر كوميم مش باش تجيك حاجة أصعب من هذوك، هذوكم يكفيو ويوفيو. كما قلت لك توا لي تروا ماتير مات فيزيك سيونس ديما نستناهم ونتفرج فيهم ديما الحقيقه، ما فلتش ما نعاودش، حتى كان خلفت واحده راني نرجع لها ونعاودها وقليل. أنا ما كنتش نشارك بالكلام، يعني ديما نشارك، حتى كان نشارك بالكومنتارات ولا سادة تجاوبني بالكومنتارات، اما صحابي اللي في المنصه فما مواقف صارت برشا لسا هذا كانوا ديما يشجعونا ديما يقولوا لنا كلام باهي، كهو هذاك حاجه باهيه. ديما نقعد حتى كي نبدا قاعده هكا نحب نتذكر، نحب نرى فرحه في عينين امي وبابا، ديما نقوم باش نخدم باش نرى الفرحه هذيك. كما في السيزيام وقتها جيت ثانيه في الولايه في السيزيام وجا معدل قوي على الاخر، الفرحه هذيك ديما نحب نعاودها هكا. كما قلت لك بكري الثقة في النفس برشا، خاطر صحيح برشا ناس تقولوا لي تنجم تعمل وتنجم تجيب الكاكة، أما أنت ما بينك وما بين روحك ما تصدقش لك الدرجة، صحيح تقول عندي إمكانية وعندي بوتنسيال نجم نجيب، أما كي تجي ريزولتا وقتها تصدق اللي أنت بالحق لازمك تكتسب ثقة في روحك في حياتك الكل. شكرا أول حاجة لأمي وبابا ربي يخليهم لي، ولأخواتي آدم ومرام، والعائلتي الكل موسعة معناها. شكرا للإطار التربوي في الليسي وحتى لبروف اللي قراوني في ليتود، وشكرا للتكية أكاديمي خاطر ديما عاونتونا سواء بالقراية ولا مورالمون. وعايشك.